السلام عليكم. اليوم رح نعرض الدرس السادس لمادة الحاسوب الصف السابع، أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت. نعرف يا سابع إنه شبكة الإنترنت بتوفر لنا خدمة الاتصال اللي من خلالها ممكن إن نرسل الرسائل ونستقبلها ونتحاور ونعرض أفكارنا مع الآخرين. فحتى نخلي الإنترنت وسيلة فاعلة وراقية للاتصال وتبادل المعلومات، لأنه إحنا بنقدر نستخدم الإنترنت بشكل مفيد أو بشكل غير مفيد. فاليوم رح نتعرف درسنا على الآداب والأخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت لحتى نجعلها تعود علينا بالفائدة وليس بالضرر. أول نقطة من الآداب وأخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت: تجنب الدخول إلى المواقع المشبوهة الضارة، والتزم بالمواقع اللي بتناسب عمرك لتحقيق الأهداف وتلبي حاجاتك. 2. ابتعد عن الصيغ الغير مرغوب فيها عند كتابة رسالة باللغة الإنجليزية، مثل كتابة الرسالة بحروف كبيرة. علل: لأن هاي الصيغة تشبه التوبيخ والعتاب الحاد. 3. تجنب الإفراط في تنسيق الوثائق الإلكترونية، ولا تستخدم أنواع غريبة من الخطوط والمخططات والرسوم. علل: لأن ظهورها على أجهزة المتلقين سيكلفهم جهدا ووقتا، وقد لا يتمكن أغلبهم من فهم معانيها. يعني أنا لما أرسل رسالة إلكترونية بدي أتجنب من أني أضيف عدد كبير من الصور والمخططات لحتى يتم تحميل الرسالة بشكل أسرع. 4. احترام حقوق الملكية الفكرية. علل: لأن حقوق نشر ونسخ المواد الموجودة عليها محفوظة ومملوكة لأصحابها، فلازم أنا ما أتصرف إلا بإذن مسبق من صاحب تلك الحقوق. 5. تجنب الإضرار بالآخرين، مثل إرسال الفيروسات. أتجنب أني أرسل الفيروسات للأشخاص الآخرين وألحق الضرر بهم وبأجهزتهم. 2. نصائح وإرشادات عند استخدام شبكة الإنترنت. 1. حدد حاجاتك وأهدافك قبل الدخول لشبكة الإنترنت. يعني أنا بدي أحدد الهدف اللي دخلت لشبكة الإنترنت من أجله لحتى ما أضيع الكثير من الوقت في التجول دون تخطيط. 2. تذكر دائما عند استخدام الإنترنت أنك بتصير عضو في مجتمع الانترنت. احنا حكينا ان شبكة الانترنت بتحول العالم لقرية صغيرة، فلازم كل شخص بدخل لشبكة الانترنت انه يقوم بالتصرفات اللي بتعبر عن شخصيته ويقدم الافضل. 3. توخى الدقة عند تحديد وجهة الرسالة الالكترونية. علل: لان العناوين الالكترونية تتشابه كثيرا، فانا لما بدي ارسل رسالة عنوان إلكتروني ممكن إذا أضفت حرف يرسلها لشخص آخر أو رقم أو رمز، فممكن من عنوان إلكتروني لعنوان آخر يكون الفرق فقط حرف أو رمز. 4. توخى الحذر لمنع الآخرين من الإضرار بك. فأنا كيف بدي أمنع الآخرين من أنهم يضروني؟ بداية ممكن أني ما أو مش لازم أستقبل رسائل من أشخاص، رسائل مجهولة المصدر. يعني لازم أتأكد من عنوان وثيقة البريد الإلكتروني الواردة قبل الإطلاع عليها، وإني أحذف أي رسالة مجهولة المصدر. 5. تجنب الإطالة في استخدام الإنترنت. لازم ما أفرط في استخدام شبكة الإنترنت. 6. نوثق المعلومات التي تحصل عليها من شبكة الإنترنت بذكر عنوان الموقع وتاريخ أخذ المعلومات. لازم بعد أخذ أي معلومة عن المواقع الإلكترونية تسجيل العنوان الإلكتروني اللي تم أخذ المعلومة منه. 7. كن حذرا عند استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في اختيار أصدقائك. شبكات التواصل الاجتماعي اللي هي الفيسبوك، إنستغرام، والواتساب، لازم أنا ما أضيف إلا الأشخاص اللي بعرفهم وبعرف هويتهم بالضبط مين هم، وما أنشر معلوماتي الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي. بهيك بكون خلصنا درسنا، ويعطيكم العافية.